السلام عليكم. هذا فيديو لمريض عنده زي ما نشوف قدامنا بقعة صفراء على وجهه. في العادة هذه تكون نتيجة ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، ولكن في ناس يكون عندهم بدون أن يكون عندهم كوليسترول عالي. اسم العلمي زانت على اسمه، والمريض جاي لأن طبعا ما يحبش منظرها، طبعا أكثر من عند أكثر من بقعة، فعلى الجهتين طبعا، على الجهة اليمين على الجهة اليسار، فالمريض منزعج منهم ويبي يشيلهم. ففي الحالة هذه نقدر نديرو له إزالة. طبعا البقعة كبيرة في العادة اللي نزلها في الأول، وبعدين إذا كان في بقعة صغيرة نخلها المرة الجاية، فنشوف الوجه الثاني الجهة الثانية بدرجة أقل، الجهة هذه بدرجة أقل، فإن شاء الله ندير لهم إزالة وبعدين نشوفهم.